بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم، وخلاص الأيام بتتوالى. الحقيقة كذا قبل ما ندخل في موضوعنا كذا نقطة كده أحب أن أنا أذكر بيها وأفكر بيها. أول حاجة اللي فاتته حلقة من الحلقات سواء في البرنامج هنا في كنوز أو فاتته حلقة من حلقات القرآن خواطر القرآنية، ممكن يدخل على الموقع الإنترنت على عمري خالد.net، هيلاقي إن شاء الله كل الحاجات اللي فاتته. النهاردة نتكلم عن الإخلاص. يبقى النهاردة نتكلم على عبادة من أحب العبادات. هي مش عبادة، هو سير القلب. قلبك رايح فين؟ عايز تسبق الناس كلها؟ فاكرين يا جماعة الشعار اللي حطيناه في أول رمضان، لن يسبقني إلى الله أحد؟ عارفين السباق بإيه؟ السباق مش بكثرة الأعمال، السباق سباق القلب. السباق مين اللي قلبه سبق؟ مين اللي قلبه يعني استجمع كل قلبه على الله تبارك وتعالى؟ كل حتة في نبضة في قلبه بتنادي يا رب ارضى عني في رمضان. السباق سباق كده. السباق مش مين تدين قبل مين، ومش مين معلوماته اكتر من مين. ده يمكن واحد لسه بيصلي امبارح ابتدى يصلي في رمضان ويسبقنا كلنا. السير سير القلب. سيدنا بلال كان ماشي في الطريق في دمشق، وكان في دمشق مباراة سباق خيل، خيل بتسابق بعضها. فهو سيدنا بلال ماشي كده بيذكر ربنا، فلقى شاب جاي من بعيد متلهف عايز يعرف نتيجة السباق ايه. فالشاب بيقول له من سبق، بيسأل سيدنا بلال، ما يعرفش سيدنا بلال، فبيقول له من سبق، فقال سبق المخلصون. فقال إنما أسألك عن الخيل، فقال بلال وأنا أدلك على الخير. يعني هو بيقول له أنا بسألك على الخيل، قال له أنا بدلك على الخير. الخيل والخير، يعني من سبق؟ سبق المخلصون، سبقوا قوي. واحد جه لأحد التابعين وبيقول له لقد قطعت إليك مسافة، ده أنا رحت أعمل عمرة في رمضان، يعني خلاص خدت كل حاجة. فقال له السير سير القلب. قلبك راح، مش كفاية بدنك راح، قلبك راح إلى الله تبارك وتعالى. الناس اللي بتعمل عمرة وبيسمعوني دلوقتي، قلبك وصل؟ قلبك هناك ولا قلبك لسه في بلدك مشغول بالدنيا؟ الإخلاص يا جماعة، السباق سباق القلب، سباق الإخلاص. ولذلك سبحان الله لما نيجي نعرف يعني ايه اخلاص، يعني ايه كلمه اخلاص؟ ان تقصد، يبقى دفع دوافعك ان تقصد بقولك وعملك وحركتك وحياتك كلها مرضات الله عز وجل. انا يا رب، عارفين يا جماعه المصاحف اللي مكتوب عليها وقف لله تعالى؟ انا لك وحدك. ان يكون دافعك أن لا تطلب على عملك أي حد يشهد إلا الله تبارك وتعالى. مش عايز شهود يشهدوا على اللي أنا بعمله إلا الله تبارك وتعالى هو وحده. أن تنسى رؤية الخلق، مش شايفهم، تبقى توقف بتصلي في المسجد وحواليك 100 واحد وحاسس إنك لوحدك، وكأن الأرض فرغت من البشر إلا أنت والله. عبادة 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 راقية جدا، عبادة تدخلك على الله تبارك وتعالى. يجتهد المجتهدون سنين طويلة وأنت تدخل على الله في لحظات بهذا القلب لما يكون مخلص لله عز وجل. حياتي ومماتي، راحتي وسعادتي، فكري، عاداتي، حتى عاداتي ليك يا رب هخلي نيتي في العادات إرضائك يا رب. عبادتي كل حياتي عشانك يا رب. أنا هو ده الإخلاص. والناس درجات، لكن مين يعرف يجيب في الليالي دي أعلى درجات ممكنة؟ مين يجيب أعلى إخلاص؟ إحنا جماعة إذا كنا في بقية السنة هنقول لكم لازم تبقوا مخلصين، فهنا بنقول لكم تعالوا نعمل كمال الإخلاص كل ثانية في حياتك. ولذلك بصوا الآيات بتقول إيه؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ليه هو لوحده. تعرفي تعملي كده الخمس أيام دول؟ تعرف حضرتك تخلي نفسك كده الخمس ايام دول؟ صلاتي، نسكي، تصرفاتي، عاداتي، النوم ده يعني حنام، وانا نايم حنوي ان صحياني بعد كده حنام كويس علشان اصحى اتقوى اقوم الليل واصلي الفجر واعبد ربنا. انا محتاج انام علشان احنام بدري شويه علشان بكره عباده طويله وقيام الليل طويل، فيتحول كل ثانيه في النوم لعباده. قل ان صلاتي ونسكي وحياتي، تربية عيالي وشغلي وفلوسي وعربيتي وإمكانياتي وفكري، كل إن صلاتي ونسكي ومحياي حتى مماتي وأنا جاي أموت هتذكر الله وحوصي إن الوصية تكون زي ما ربنا عايز، ومماتي لله رب العالمين لا شريك له هو الوحده. تعرف تخلص كده؟ تعرف تجيب قلبك كده؟
تعرف تعديل القلب وتوجهي دفة القلب. أنا اليومين دول ليك أنت لوحدك، أنا صايم بقلبي. مش الناس صايمة ببقها وبطنها، أنا صايم بقلبي. يعني إيه صايم بقلبي؟ ليس في قلبي إلا أنت. صيام القلب أعلى درجات الصيام، ما فيش في قلبي إلا أنت بس. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة بعد الإخلاص وذلك دين القيمة. الآية: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. الآية: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. سمعين كلمة الإخلاص وتكررها في أنا أمرت أعبد ربنا مخلص له الدين. ده مش كده وبس، لما يزكي الأنبياء يزكيهم بالإخلاص: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. ولما يقول نجى موسى سيدنا يوسف، نجى إزاي؟ اللي نجاك يوسف من المعصية ما نجا إلا بالإخلاص، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فما نجا الشباب اللي عايزين ينجوا وخايفين من المعاصي ومن المفاسد، والبنات اللي نفسهم يبقوا في منتهى العفة، الإخلاص يعينك على ذلك. الإخلاص ما نجاش من السوء والفحشاء إنه كان من المخلصين. بل موسى عليه السلام ما نال منزلة أنه كليم الله إلا بإخلاص قلبه. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا، مش مخلص، مخلصا شديد الإخلاص، وكان رسول النبي. ده مش كده وبس، ده الشيطان يستطيع ويقدر على كل البشر إلا المخلصين. عاجز إبليس أمام المخلصين، فبيقول له إيه؟ قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. أنا ما أقدرش على المخلصين. هو عارف إمكانياته، هو عارف إن المخلص ده هو ما يقدرش عليه. شايفين الإخلاص؟ بل الكفار نفسهم لما جالهم البلاء وأدركوا أنه لا أمل لهم في الحياة دعوا بإخلاص، وكانوا في البحر وعارفين الآية: واشتد عليهم الأمر في البحر جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم قد أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. لما اتزنقوا ما كانش في قدامهم غير الإخلاص من كل قلبهم. يعني إيه الكفار دعوا الله مخلصين له الدين؟ راحوا له وحده، ما لقوش حد تاني يروحوا له. يا ترى لازم نبقى في البلاء عشان نروح له لوحده؟ ولا فرصة الخمسة الأواخر من رمضان إن احنا نروح له؟ شايفين يا جماعة؟ بل حاجة أجمل من كده بكتير، الحج والعمرة اللي هم من شعائر الإسلام العظيمة، اختار ربنا العبادة الأساسية فيهم الإخلاص. إزاي؟ فين الإخلاص في الحج والعمرة؟ ده أنت ما بتحركش خطوة إلا وأنت بتلبي. اسمع التلبية كده: لبيك اللهم لبيك. جاي لك لوحدك يا رب، ما هي لبيك. مع شوفوا تحس ان انت وانت بتقولها دموعك هتنزل. لبيك اللهم لبيك، تخيل بقى وانت بتسمع 3 مليون بيقولوها في صوت واحد، يحصل لقلبك ايه ساعتها؟ يترعش قلبك ازاي؟ انا جاي لك لوحدك، لبيك لا شريك لك لبيك، انا مش هروح لحد تاني غيرك، انت لوحدك. شفت الاخلاص حلو ازاي؟ جميل قوي. بس تحدث قلبك بيه، اصل المشكله انك بتنساه. تقول لقلبك اخلص، يخلص سهل على فكرة، الإخلاص مش صعب يا جماعة. اخلص يا قلب لله، يا قلب ربنا بس، انسى الدنيا، انسى الناس. إذا كانت الناس فرحانة بيك هتنزل القبر لوحدك، مش هيبقى لك إلا هو. مين بقي لك؟ بتتزين للناس ليه؟ ياللي خايفة تتحجبي عشان مكسوفة من المستوى الاجتماعي اللي حواليك، فين الإخلاص؟ ياللي خايف في وسط أصحابك تقول إنك متدين، فين الإخلاص؟ يلي بتشوف الغيبة قدامك وبتتكسف تقول للناس يا حسن يتريقوا عليك، انت بتاعه لوحده. مش مسألة صلاة وصوم وبس يا ناس، الإخلاص لله، أن ترى الله وحده ولا ترى الخلق، أن تنسى الخلق في جوار الله، أن لا تطلب على عملك شاهدا إلا الله وحده، الإخلاص. شوفوا التلبية حلوة ازاي، لبيك اللهم لبيك، جاي لك يا رب. تخيل بقى وانت بتتحرك مثلا من المدينة او من الميقات لغاية مكة عمال بتقول لبيك اللهم، انا جاي يا رب، انا جاي اهو، لبيك لا شريك لك لبيك، انا جاي لك لوحدك، انا مش جاي لحد تاني معاك. طب جاي لك لوحدك ليه؟ علشان ان الحمد والنعمة لك والملك
علشان كده هقول لك تاني، لا شريك لك لبيك. ازاي يبقى في حد تاني والنعمه والملك ليك انت لوحدك؟ انا عمري ما هنسى يا جماعه عمره كنت بعملها مع مجموعه من الشباب. عايزين تعرفوا الاخلاص يا جماعه، اتفرجوا على الشباب لما بيكونوا بيصلوا. انا بروح ساعات المساجد بالذات في رمضان عشان قلبي يقوى بالاخلاص لما اتفرج على البنات والشباب وهم واقفين لربنا، عباد بيبكوا من خشيه ربنا، دول مخلصين. هو ده الاخلاص، هو ده. لما عايز تشوف الاخلاص متجسد قدام عينيك، اتفرج على شباب زي الورد صغيرين واقفين بين ايدين ربنا بيصلوا، بيبكوا من خشيته وهم لسه ما عملوش معاصي عشان يعيطوا. ده الكفار اللي يعيطوا على ذنوبهم بعد ما الدنيا لوثت الواحد، لكن الصغيرين دول بيعيطوا ليه؟ بيعيطوا حب، بيعيطوا اخلاص، بيعيطوا من حب الله تبارك وتعالى. عمري ما هنسى العمره واحنا طالعين من المدينه لمكه، والطياره كان فوق كبير قوي، الطياره كلها بتلبي، الطياره كلها بتقول لبيك اللهم لبيك. مش هنسى شاب صغير كان قاعد جنبي، كان سنه 19 سنه، انا سامع صوت بكائه كل ما يقول لبيك لا شريك لك لبيك، الاقي صوت قلبه كأن حاجة بتغلي، كأنك حاطط حاجة بتغلي على النار. لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، جاي لك يا رب. حس لازم تحسي بالكلام ده في رمضان، لو ما حسيتيهوش في ليلة القدر وفي العشر الأواخر هتدوقيه امتى؟ لازم تتذوقيه. قولي للقلب اخلص اخلص اخلص، مالكش غيره، انسى الناس، مالكش حد تاني غيره. ولذلك يا جماعة عندنا صورة، صورة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عليها، الصورة دي تساوي تلت القرآن، اسمها صورة الإخلاص. قل هو الله أحد، هو بس، لحد في قلب أكبر منه. يعني إيه أحد؟ لحد في قلب أكبر منه، ولا حد في حياتي أعز منه، ولا أقدم ولا أحط مزاجي في كفة وأوامره في كفة وأرجح مزاجي، لأنه أحد، لأنه لوحده. قل هو الله أحد، الله الصمد. أروح لمين؟ يعني إيه الصمد؟ الذي يلجأ له عند الشدائد. أروح لمين غير للصمد؟ أتكئ على مين ساعة الشدة غير إن أنا أروح للصمد؟ ولذلك من دعاء النبي، يا صمد من لا صمد له. لك مين؟ لك مين تروح له إلا الله تبارك وتعالى؟ الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ما حد زيه أبدا، ليس كمثله شيء. لا حد بيرزق زيه، ولا حد بيغفر زيه، ولا حد بيرحم زيه، ولا حد بيستر زيه، ولا حد بيدخل الجنة غيره. علشان كده اسمها سورة الإخلاص، لأنه هو هو أحد أحد. قل له، قل له، أنا عمال أكرر نفس الكلمة، قل له اخلص بقى، اخلص. هو بس اقعد فكره ودوس عليه، قل له اخلص يا قلب. طول ما هتفكره هتخلص، هتيجي وهيعينك، ومش هيقدر، ويعجز أمامك الشيطان، وتفر منك المعصية، ويقبل عليك الله، وتسبق العباد، وتسبق اللي حافظ من القرآن 20 جزء، وانت لسه جاي امبارح متدين. السباق من النهاردة لآخر رمضان، مين اللي أكثر إخلاصا، ومين اللي أقرب إلى الله بقلبه، وإن سبقه الآخرين في العبادة وفي العلم وفي المعلومات. الموضوع مش موضوع معلومات قد ما هو الموضوع سير القلب، السير سير القلب. ولذلك أحد التابعين يقول، والله تجربة رأيتها بعيني، ما أخلص أحد لله 40 يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة على قلبه ولسانه ووجهه. اللي يخلص لربنا، أحد التابعين بيقول أنا حاسس بكده. ولذلك يا جماعة ابن القيم يقول كلمة جميلة جدا، يقول الإخلاص سر بين العبد وربه، لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده. مين يجيبه ده؟ مين يشوف ده؟ انت وهو لانه اسمه الاخلاص، خالص صافي. شوف الاخلاص يعني ايه؟ حاجه صافيه نقيه. ولذلك يا جماعه في ايه جميله جدا، ايه بتقول ايه؟ ايه بتتكلم على الاخلاص بس بشكل عجيب، نفهمها بشكل تاني. وان لكم في الانعام لعبره، الانعام البقر، وان لكم في الانعام لعبره، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا. يعني ايه هو اللبن يا جماعه؟ اللبن بيجي منين؟ المكان اللي بيجي منه، بيحلب منه اللبن، بين ايه؟ بين الدم في البهيمه وبين مكان البول. سبحانك يا رب، سبحان الخالق، يطلع من وسط دول لبن خالص. يا جماعه حد يتخيل لبن نقي في 1 من مليون نسبه دم او ريحه بول يبقى لبن؟ سبحان تعرف تبقى مخلص كده؟ شفت نسبة النقاء؟ شفت نسبة نقاء اللبن لما بيطلع من بين فرث ودم؟
أهو ربنا عايز نقائك يوصل. ولذلك يا جماعة أعز حاجة في الدنيا الإخلاص، وأجمل حاجة في الدنيا الإخلاص. طب شوف نماذج المخلصين، نموذج جميل قوي. شوف نموذج زوجة عمران أم مريم، يا نموذج للنساء جميل قوي. وتسمت الصورة باسم العيلة من كتر إخلاصهم، تسمت صورة آل عمران، وربنا يقول لنا قلدوهم. أصل هي الست، هو إيه الموضوع؟ هي إيه اللي خلاها تدعي بعد ما عجزت وبقت كبيرة في السن إن ربنا يرزقها عيل؟ أصل المسجد الأقصى كان محتل من الرومان، فصعب عليها المسجد الأقصى، ولقت إن الرجالة اللي عايشين في ذلك الوقت مش رجالة، ما بيحرروش المسجد الأقصى، فصعب عليها المسجد الأقصى، وهي امرأة عجزت ومش عارفة تعمل حاجة، فدعت إن ربنا يرزقها ولد. لو رزقها الولد ده هتربيه أحسن تربية عشان يحرر المسجد الأقصى. شوفوا النية، شوفوا الإخلاص. عشان كده قامت قايلة ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا. يعني إيه محررا؟ خالص محرر من الشهوات، محرر من مزاجي، محرر ليك، حر ليك أنت لوحدك، محرر من قيود الدنيا، محرر من شهوات الدنيا، خالص ليك أنت لوحدك محررا، فتقبل مني. عشان كده لما وضعتها أنثى زعلت، لأن هي كانت عايزة واحد يحرر المسجد الأقصى. والله أعلم مين اللي هيحرر ومين اللي هيعمل. كأن ربنا بيقول لنا ست مخلصة هي اللي نصرت وأعزت الدين. إزاي الستات بعد كده يقولوا الإسلام ما كرمش المرأة؟ فكان بإخلاصها جاءت مريم وجاء عيسى عليه السلام. كل الخير العظيم ده من إيه؟ من إخلاص واحدة ست في دعوة. مش بقولك تسبقي بإيه؟ تسبقي بالإخلاص. الإخلاص يخليك تحقق، يخليك تحقق حاجات كالمعجزات ما كنتش تتخيل إنه ممكن ربنا يحققها لك. بس إخلص، إخلص بس. قل له روحي كلمي صاحبتك، خدي بإيدها لربنا، روح كلم أخوك وإنت بتكلمه، بس إخلص يا رب. عشانك يا رب بعمل كده، عشان انت امرت، ليك انت لوحدك، لا بتمنظر عليه ولا عايز منه حاجه، عشانك يا رب. وشوف اللي هيحصل، يعمل المعجزات. شفتوا عمل مع مريم ايه؟ شفتوا عمل مع زوجة عمران ايه؟ انظر لاخلاص واحد زي عمر بن عبد العزيز. يقول لك ما خطى عمر بن عبد العزيز خطوه الا وله فيها نيه، ما بيتحركش الرجل، ما بتجيبش الا بنيه. فبقى عمر بن عبد العزيز رغم انه عاش 3 سنين فقط. الاخلاص يخليك تسبق يا جماعه، الاخلاص يخليك في الوقت القليل تعمل حاجات ما تحصلش في سنين طويله. سعد بن معاذ لما مات اهتز الموت عرش الرحمن. تخيلوا عرش ربنا يهتز الموت واحد. سعد بن معاذ لما مات النبي دخل المسجد وشمر الجلباب بتاعه وبدا يمشي يمين وشمال، يقولوا بتعمل ايه يا رسول الله؟ المسجد فاضي بتعمل كده ليه؟ يقول لهم والله ما في المسجد موضع شبر إلا وملك نزل من السماء ليصلي على سعد بن معاذ. نزل في جنازة سعد بن معاذ 70,000 ملك استأذنوا ربهم أن يصلوا على سعد بن معاذ. عمل إيه سعد بن معاذ؟ تخيلوا فترة إسلامه قد إيه؟ أسلم عنده 30 سنة ومات عنده 37 سنة. سبع سنين اتهز الموت عرش الرحمن، واحنا بقالنا 20 سنة ما بيتهز لنا شعره من ارضاء الله. الاخلاص يا جماعه، الاخلاص. الاخلاص هو اللي عمل خالد بن الوليد. اوعى تفتكروا خالد بن الوليد بطل حربي بس، ابدا. اللي صنع اسم خالد، ما في مليون بطل حربي، لكن اللي صنع الاسم اللي خلاه خالد بن الوليد الاخلاص. عايزين تعرفوا اخلاصه قد ايه؟ يوم ما عزل من القياده، يا صعب على النفس، قبل فتح فلسطين على طول، حاجة تخلي الراجل يتجنن. يعزل في الوقت دون، يعزل عن القيادة، فيبصوا عليه يلاقوه بيشتغل في الجيش. ما قالش بقى طب أنا مروح ورجع المدينة، لاقوه بيشتغل أكتر مكان بيشتغل وهو قائد. فقالوا له يعني أنت بتشتغل قوي كده ليه؟ فقال إنما أفتح الشام لله لا لعمر بن الخطاب، أنا بفتحها لله. واحد زي عمرو بن العاص، ما بقاش عمرو بن العاص ويفتح مصر إلا بإخلاصه. يبعت لسيدنا أبو بكر الصديق، سيدنا أبو بكر الصديق بعت له جواب بيقول له يا عمرو توجه لأي مكان شئت. فما تعجبوش كلمة شئت ديا، هو راجل سايب نفسه كده لله والأبو بكر. يقوم ردد عليه ويقول له يا أمير، يا خليفة رسول الله، إنما أنا سهم من سهام الله وأنت عبد الله الرامي، فارمي بي حيث شئت لمصلحة المسلمين. تعرف تقول كلمتين زي دول؟ تعرف تطلع كده كلمتين؟ شوفوا سيدنا عمرو بن العاص والبساطة والإخلاص الشديد. إنما أنا سهم، أنا مجرد سهم وأنت اللي بتضرب، وجهني حيث شئت لمصلحة المسلمين. فبقى عمرو بن العاص وفتح مصر. الإخلاص يخليك تنجز. شفتوا كلهم، كل اللي أخلاص
اخلصوا اخلاص شديد، عملوا نتائج مبهرة. ازاي؟ شفت ام مريم، شفت خالد بن الوليد، شفت سعد بن معاذ، لا شوف مثل ما حدش يعرفه، واحد ما نعرفش اسمه بس مخلص. مين دون؟ مش لازم نكون، هو لازم المخلصين يبقوا مشهورين؟ احيانا بيكونوا مشهورين واحيانا ما بيكونوش مشهورين. رجل سعد غزوة خيبر جابوا له الغنائم وقالوا له ده حظك في الغنائم، فيغضب وينتفض ويقول لا والله ما على هذا بايعت النبي، ولكن بايعت النبي على سهم ها هنا، ويشير على رقبته أنا بايعت النبي على سهم هنا. وتبدأ المعركة تاني يوم، وينطلق سهم ويروح السهم يتحرك، أصله مأمور بأمر من الله، ويتحرك السهم ويرشق مطرح مشاور بصباعه، فيأتوا به إلى النبي فيقول النبي هو هو؟ قالوا نعم يا رسول الله. فقلب النبي كفيه وقال صدق الله فصدقه الله. الإخلاص، الإخلاص، الإخلاص اللي أبكى عمر بن الخطاب لما رجعوا له وقال لهم كيف حال الجيش؟ لن انتصر؟ قالوا انتصر الجيش. قال فمن استشهد؟ قالوا استشهد فلان وفلان 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 وفلان. فسكت عمر ثم قال وآخرون لا نعرفهم، لكن الله الذي أكرمهم بالشهادة يعرف وجوههم وأسماءهم وأنسابهم. الإخلاص يا جماعة، الإخلاص زي إخلاص واحد اسمه صاحب النقب، ما نعرفش اسمه برضو. مين صاحب النقب دون؟ معركة المسلمين محاصرين حصن من الحصون، وامتد الحصار لمدة 7 أشهر، والحصن ما بيتفتحش، ويحاولوا يفتحوا الحصن مش عارفين يفتحوا الحصن. وفجأة واحد من المسلمين جندي بسيط، يا سلام على الناس اللي بتفكر تعمل حاجة لدينها، قاعد يعمل نقب. صاحب النقب يعني صاحب الحفرة، قاعد يعمل خندق تحت الحصن عشان يدخل من الخندق دون ويفتح باب الحصن للمسلمين. كل يوم بالليل والناس نايمة يقعد يحفر يحفر يحفر، شهر مع 2 مع 3 مع 4 عمل الخندق، نزل في الخندق فتح باب الحصن، صاح الله أكبر، دخل المسلمين، اتفتح الحصن بعد 7 أشهر. ووقف قائد الجيش يقول أقسمت على صاحب النقب أن يأتيني لأكافئه، ومحدش بيجي. أقسمت على تاني يوم، أقسمت على صاحب النقب ومحدش بيجي. تالت يوم ومحدش بيجي. فقال هذا أمر إن لم يأتني فهو آثم. فكان لابد يروح له، فحط لثام على وجهه وراح لقائد الجيش وقال أنا مبعوث من صاحب النقب، صاحب النقب بعتني ليك. صاحب النقب يقول لك يشترط 3 أمور: 1 ألا تكافئوه على ما فعل، 2 ألا تذكروا اسمه للخليفة، 3 ألا تسألوه عن اسمه. فهو يقول لا أبيع بثوابي أموال الدنيا، أنا ما ببيعش ثوابي أبدا. يا جماعة احنا ساعات بنقعد نتعب وبعد كده نبيع الثواب، ونبيعه بأرخص الأثمان، نبيعه برياء بسيط. لا أبيع بثوابي أموال، لا أبيع ثوابي بأموال الدنيا. فقال له فمن أنت؟ فأين هو؟ قال أنا صاحب النقب. فكشف عن اللثام ثم انصرف. فكان قائد الجيش لا يدخل معركة إلا ويرفع يديه قبل المعركة: اللهم احشرني وصاحب النقب مع رسول الله، اللهم احشرني وصاحب النقب مع رسول الله. الإخلاص، الإخلاص. كلميه قولي له اخلص يا قلب. الشاب الصغير يا بختك، أنت لسه قلبك رقيق، زود الإخلاص تسبقنا كلنا، تسبقنا كلنا. ولذلك يا جماعة رمز الإخلاص الفتحة، الفتحة رمز الإخلاص. فين؟ فين فين الإخلاص في الفتحة؟ إياك نعبد وإياك نستعين، مش نعبد إياك، مش نعبدك ونستعين بك. حط أفرده الأول وخصص أن العبادة والاستعانة به، فبدأ بإياك قبل العبادة وقبل الاستعانة، كأنه بيقول لا أحد سواك يعبد ولا أحد سواك يستعان به. عشان كده حط إياك قبل نعبد وقالها مرتين إياك. كان ممكن يقول إياك نعبد ونستعين، إياك إياك ماليش غيرك، مفيش في القلب ده إلا أنت، إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك العلماء يا جماعة اختلفوا كلمة نعبد دي، مين أحسن واحد بيعبد ربنا؟ إيه أحسن عبادة يعبد بها الله تبارك وتعالى؟ حد فكر في الحكاية دي؟ ايه احسن عبادة يعبد بها الله؟ فاختلف العلماء، فمجموعة قالت احسن عبادة يعبد بها الله اشق العبادات على النفس، وان الثواب على قدر المشقة، كل ما تشد على نفسك الثواب يبقى اكتر. ده نوع، لا غلط، لا مش هو ده. فطلع نوع تاني قال
أحب العبادات وأفضل كلمة نعبد، كل ده بيفسروا كلمة إياك نعبد، قالوا نعبد دي أحسن عبادة وأفضل العبادة الزهد في الدنيا. لا مش هي دي. فطلع نوع ثالث قال نعبد أحسن عبادة إن أنت العبادة اللي تمتد لنفع الغير، إنك تعين المحتاج وتساعد الفقير لأن الخلق دول عباد الله، فأحب الناس إلى الله من ينفع عباده. لا مش كفاية، مش جميلة لكنها ليست الأفضل. طب ما إيه أفضل العبادات؟ فرد العلماء وقالوا أفضل العبادات أن تعبد الله في كل وقت بما يحبه الله في ذلك الوقت. هو عايز إيه دلوقتي؟ شوف الإخلاص. فوقت السحر تعبد الله بالاستغفار، ووقت حضور الضيف تعبد الله بإكرام الضيف وإن أدى ذلك إلى ترك العبادة، ووقت الجهاد تعبد الله بالجهاد وإن أدى ذلك إلى ترك الأوراد حتى إن أدى إلى قصر الصلاة، ووقت رمضان تعبد الله بصلاة التراويح والعبادة، ووقت العشر الأواخر تعبد الله بالاعتكاف، ووقت ضياع الأمة تعبد الله تبارك وتعالى بهداية الأمة والدعوة إلى الله والنجاح في الحياة وإيقاظ الأمة. فقال لك إن أحب عبادة نعبد دي طلعت إيه؟ طلعت الإخلاص. يعني إيه؟ أعبد ربنا على مراد ربنا مش على مزاجك أنت. الأصناف اللي فاتت كلها عبد ربنا على الحاجة اللي هو حبها، لكن المخلص قال له يا رب أنا ملكك، أعبدك إزاي دلوقتي؟ إيه اللي يرضيك في الدقيقة دي؟ ففي الدقيقة دي يرضيني تقعد تدعي، أدعي يا رب. ساعة الأذان يرضيك إيه؟ تردد الأذان، أردد يا رب. ساعة الناس ما هي مش متعلمة يرضيك إيه؟ علم الناس، أعلمهم يا رب. ساعة ما الناس بعيدة عن ربنا أعمل إيه يا رب؟ تدعوهم إلى الله. شوفوا طلع أجمل العبادة إيه. ولذلك أحد التابعين كان مجموعة قاعدة وكل واحد بيقول من هو العبد المخلص، كل واحد يقول لنا مين هو المخلص. فواحد قال المخلص اللي بيعمل كذا، المخلص اللي بيعمل كذا، لغاية ما جه الدور على الجنيد فقالوا له من المخلص؟ فقال عبد ذاهب عن نفسه، ساب نفسه، متصل بربه، إن تكلم فعن الله، وإن سكت فمع الله، وإن تحرك فبأمر الله، فهو بالله ولله ومع الله. تعرف تعرف تجيب الخمس أيام اللي باقيين كده؟ أنا بتاعه لوحده، أنا ملكه لوحده، أنا حصون بقلبي. يعني إيه صايم بقلبي؟ يعني مفيش في قلبي إلا هو بس، أنا رايح له، أنا مخلص. تسبقنا كلنا عبد ذاهب، كأن مفيش في الكون غيره، كأنك وحدك في الكون. ولذلك يا جماعة من أجمل ما قرأت في تفسير سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. مش كده؟ كلمة خاليا كل الناس فهمتها على إنها إيه؟ إنه لازم يبقى في أوضة لوحده ومحدش شايفه. لكن أجمل ما قيل في تفسيرها أو في تفسير هذا الحديث قاله ابن حجر، قال إيه؟ خاليا خلو القلب وإن كان وسط ألف من الناس. يعني ذكر الله خاليا، ممكن يذكر الله خاليا وبيبكي وهو في وسط 100 واحد ويكتب عند الله من السبعة اللي يظلهم الله في ظل، رغم انه في وسط 100 واحد، لانه فعلا خاليا، لانه مش شايفهم، لانه مش معاهم، لانه مع الله لوحده، لا حاسس باللي جنبه ولا شايف اللي قدامه ولا بيفكر ان فلان لو سمع صوتي هيقول، هو مع ربنا لوحده. تعرف تكون كده؟